بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والمبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، لما نيجي نحول كونفيرت انتو برسنتج أو حول إلى نسبة مئوية، لو أنت بتدرس بالعربي، لما أجي أحول القصور دي أو الفراكشنز دي لإيه؟ لبرسنتج، لازم أكون عارف دول، يعني أحاول أحفظ دول بقى، لأن دول هيساعدوني جدا بدل ما أقعد أتعب في التحويل. 2 تايمز 50 إيكوال 100، 20، يعني انت لو شلت الزيرو حطيته مع ال2 بقت 20 تايمز 5 100، 4 تايمز 25 100، 10 تايمز 10 100، 8 تايمز 12.5 100، 125 تايمز 0.8 100. طب انا بحفظهم ليه؟ لانه هيجيب لي حاجه من دي في الفراكشنز تحت، فانا لازم في الدينومينيتور اللي هو تحت لازم احوله ل 100 عشان البرسنتج، لازم احوله ل 100. يعني لو جينا على دي مثلا وبقول لي 32 اوفر 50، ادي 32 اوفر 50 اهي، او ما انا عامل هنا تايمز 2 تايمز 2، طب جبت تايمز 2 منين؟ اهي 50 تايمز 2 بيدي 100، فاقوم عامل تحت تايمز 2 وبناء عليها عامل فوق تايمز 2 في النيوميريتور. طب دي 2 تايمز 2 4، 2 تايمز 3 6 اوفر 100. طالما بقيت اوفر 100 اقوم له بقى الانسر 64%. طيب اللي بعدها الفور صديقه لل25 اهي، يبقى انا هعمل هنا تايمز 25 وهنا تايمز 25، اللي بعمله تحت لازم اعمله فوق. لو انا عملت 3 تايمز 25 اللي تحت دي الاول 4 تايمز 25 100، حافظها 3 تايمز 25 3 تايمز 5 15 5 اند كاري اب 1، 3 تايمز 2 6 6 بلس 1 7. طالما بقت اوفر 100 اقول له 75%. طب لو جينا على اللي بعديها ال 25 صديقه لل 4 اهي، يبقى نعمل لها تايمز 4. طب ليه بتعمل تايمز 4؟ عشان يتحول اللي تحت ال 100 اهو، وبعدين 4 تايمز 6 ب 24. خلاص طالما بقت 24 اوفر 100 يبقى 24%. طب لو جينا بصينا على اللي بعدها ال 20 صديقه لل 5، خلاص يبقى نعمل تايمز 5 تايمز 5 اهو عشان تجيب لي تحت 20 تايمز 5 100. طيب 17 تايمز 5 عادي نعملها 5 تايمز 7، الله اكبر الله اكبر الله اعظم، 5 تايمز 7 35، 5 اند كاري اب 3، نرجع 5 تايمز 1 5 بلس 3 ب 8، طلعت لي 85، اقول له 85%. طب اللي بعديها بيقول لي ايه؟ اللي بعديها بيقول لي 3 اوفر 8، ال 8 صديقه لل 12.5، او هو عامل هنا تايمز 12.5 وهنا تايمز 12.5. ما نخافش لما يكون ايه ديسيمال، يعني عادي جدا ولا اي حاجه. ال 8 تايمز 12.5 انا مش هعملها، هي ب 100، هي ب 100، انا هعمل بس اللي فوق ال 3. لما اجي اعملها تايمز ده 3 تايمز 5 15 5 اند كاري اب 1، 3 تايمز 2 6 بلس 1 يبقى 7، 3 تايمز 1 3 والبوينت بعد 1 ديجيت، اهي بعد 1 ديجيت بليل، لان البوينت هنا بعد 1 ديجيت، فطلعت الاجابه 37.5%. يعني معنى كده ان البرسنتج ممكن يطلع فيها ديسيمال، عادي ساعات تسمع يقول لك ايه النسبه 37.5% نسبه النجاح مثلا، نسبه الوصول كده. طيب نيجي على ال 125، ال 125 صديقه ل 0.8 اهي، يبقى انا عامل هنا تايم 0.8 ولا تايم 0.8، هلاقي اللي تحت ده اداني 100 وهلاقي اللي فوق اداني ايه 7 تايمز 8 ب 56، اكتبها والبوينت افتر 1 ديجيت احط البوينت. خلاص طالما بقت اوفر 100 اقول له بقى الريشيو بتاعتي او البرسنتج بتاعتي 5.6%، النسبه المئويه بتاعتي 5.6%. يعني اتمنى يكون ان شاء الله اتفهم، كلام سهل وجميل، بس نحاول ان احنا نحفظ اللي هم الشويه اللي على الجنب دول، اللي هم دول هيساعدونا جدا. 2 تايمز 50 ب 100، 20 تايمز 5 يعني بلاقي تحت 20 اقوم عاملها تايمز 5 تحت وفوق طبعا، لما الاقي تحت 4 اقوم عامل فوق وتحت تايمز 25، اما الاقي تحت 10 اقوم عامل فوق وتحت تايمز 10 في النيوميريتور والدينوميريتور وهكذا، لقيت 8 اعمل تايمز 12.5. كل ده عشان ايه؟ يديني 100 في الدينوميريتور، لان لو وصلت ال 100 في الدينوميريتور خلاص اقدر احولها لبرسنتج. اتمنى ان شاء الله يكون فاهم يعني.